ينضم إلينا من السودان الدكتور أحمد عبيد مقلد ناشط سياسي، أهلا بك مجددا على شاشة قناة اليوم دكتور أحمد. حياكم الله والشكر للتحية للقناة والعاملين فيها. أهلا بك. بداية دكتور أحمد، قرار المجلس العسكري بتعليق المفاوضات، ما هي الأسباب الحقيقية وراء ذلك مع العلم أن الطرفان وصلا لوضع اللمسات الأخيرة حول اتفاق المرحلة الانتقالية؟ كان قرار صادم غير متوقع، مهما حاولنا أن نجد له العذر هذا القرار سنجد أنه قرار يحمل في طياته أهداف سياسية أخرى غير ما أعلن البرهان. هو أعلن أن هناك استفزاز من الشعب للقوات، للأسف للمرة الثانية خرجت القوات على المواطنين والمعتصمين بالنار وأطلقت الرصاص، قتل الشباب، أصيب العشرات، المستشفيات امتلأت، كل ذلك لأن الاعتصام امتد إلى خارج الحدود التي اتفق الطرفان عليها، خارج حدود التجمع والاعتصام. هذا الشيء كان يمكن أن يتم تأجيله يوما واحدا فقط وتحفظ الدماء والأرواح التي أزهقت، ويطالب المجلس العسكري فيه من دون القتل بإعادة الاعتصام إلى داخل الحدود. أما تعليق التفاوض فهي خطوة غير مسبوقة، خطوة غير متوقعة. ما نرى، ما يعني يعرفه أهل السودان ويتأكدوا منه، أن هناك تدخل سياسي إقليمي للسودان مع المجلس العسكري، ولعله يعيد حساباته وترتيبات الموقف من التفاوض. نحن نتمنى أن لا يغير رأيه، أن لا يحدث تغيير كبير بعد 3 أيام. المعتصمين وقوى الحرية والتغيير والتجمع، تجمع المهنيين، الكل الآن ملتزم بحدود الاتفاق. المعتصمين هم في تزايد الآن في منطقة الاعتصام. طيب دكتور أحمد، قرار المجلس بتعليق المفاوضات جاء عقب تصاعد إطلاق النار كما ذكرت في محيط المعتصمين، وقبل يومين أيضا شهدنا قتل 6 أشخاص في المنطقة ذاتها. يعني هذه الحوادث تصب في مصلحة من؟ يعني في الوقت الذي تحاول فيه القوى السياسية والعسكرية للخروج من المأزق الحالي السوداني. كرت الفوضى دائما يستفيد منه العسكر، هذا كرت أساسي معروف. نعتقد أن الخناق ضاق عليهم بالاعتصام والاتفاق الشعبي الرهيب الكبير للمواطنين والوعي العالي للشعب السوداني مع التنسيق العالي للتجمع وتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير. أي نوع من أنواع الفوضى ونشر الفوضى والسلاح والقتل يستفيد منه طرف واحد فقط، العسكر ومن يدعمه. نحن حريصين على أن لا يحدث هذا النوع من أنواع القتل، نحن الذين نموت، لا يموت منهم شخص ثم بيدهم السلاح. الفوضى تعطيهم سلطات وتعطيهم حياة واستمرار في اغتصاب الحياة السياسية السودانية، فنحن لا نريد الفوضى، هم من يبحثون عن الفوضى. طيب دكتور أحمد، يعني تعليق المفاوضات ل3 أيام ودعوة المجلس العسكري لإزالة المتاريس وفتح الخط السكر الحديدية، يعني هل ذلك يعني أن استئناف المفاوضات هو مرتهن بهذه المطالب؟ هذه المطالب ليست جديدة، هي موجودة منذ اليوم الأول للاعتصام. هذه الأشياء موجودة من شهور، ليست لم تحدث فقط مثلا خلال اليومين الأخيرين، هي أشياء موجودة التزم بها المعتصمين. حدث خروج عن منطقة حدود الاعتصام لبعض المعتصمين قبيل صلاة المغرب بالأمس، لكن أن تستغل ويرد عليها بالسلاح وإطلاق النار والرصاص والذخيرة الحية، هو حقيقة ما يجب أن يحاسب عليه البرهان والمجلس العسكري. حتى لو أخطأ المعتصمون في الالتزام بموقع الاعتصام، من خولهم ليطلقوا النار والرصاص ويقتلوا المواطن السوداني في وسط الخرطوم؟ لكن أعتقد أنهم أي نوع من أنواع الخروج عن لغة التفاوض وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية هو من مصلحة المجلس العسكري.
نعم. نحن الآن دماء شهداء نضعها أمامنا وسنقتص لهم بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد عبيد مقلد ناشط سياسي، كنت معنا مباشرة من السودان.